سألوني أنت كمواطنة مصرية عادية يعني كده، كنت فين يوم 6 أكتوبر سنة 73؟ قلت السؤال ده في كمين؟ حد عايزني أقر وأعترف أن أنا كنت موجودة من 50 سنة في الظرف ده؟ وأنا كنت موجودة وبقر وبعترف. أنا كنت في مربع مهم جداً في اليوم ده. لكن اسمحوا لي بمقدمة صغيرة، أنا بنت ضابط طيار حربي، كنت بقول عليه أبويا قمر الزمان، وهو فعلا كان قمر الزمان، لأنه كان الحقيقة بيمثل لي كل معاني الفروسية والنبل والشجاعة والإقدام والأمانة والصدق والبسالة. هو كان ملخص للمؤسسة العسكرية اللي كان بيشرف بالانتماء ليها. أبويا قمر الزمان اتوفى سنة 65، كان هو شاب صغير وأنا كنت صغيرة قوي، ومن ساعتها وأنا في حلم بيجي في دماغي كل يوم، وحيفضل يجي في دماغي وأحلم بيه يقظة ونوم لحد آخر العمر، وهو إني أكون موجودة في مكان ولاقي أبويا قمر الزمان داخل عليا، فتنطط وافرح وراسي تخبط في السقف واقول بابا جه بابا جه، لان بابا جه دي كمان كان ليها معنى مزدوج، كان طيار يعني راجع منصور وسالم. والحقيقه ان الحلم ده انا عارفه انه عمره ما هيتحقق في الواقع، لكن كان بيونسني انه كان جنبي في مخدتي على سريري بسمع صوت نفسه بصوت واضح جدا، واقعد ساعات طويله بسمع صوت نفسه جنب المخدة. وقالوا عليا في البيت اتجننت، بس أنا والله ما كنت اتجننت، أنا فعلا كنت بسمعه. والغريب إنه من 67 ل 73 النفس ده ما كانش مبسوط، كان حزين متقطع متهدج أحيانا، بيئن وبيوجعني.